الكنيسة طول الوقت بتطوب أمنا العذراء مريم، والحقيقة أن الكنيسة بتكرم أمنا العذراء مريم إكرام كبير جدا، والحقيقة أنها تستحق هذا الإكرام وهذا التطويب. والحقيقة أنه في أعياد كتير للعذراء مريم، لكن معظم الناس بتعرف الأعياد أو العيد اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة هو إعلان أو تذكار إعلان إسعاد جسد أمنا العذراء مريم. لكن الحقيقة أنه في إكرام كبير جدا للعذراء بأننا بنحتفل بيبقى ليها يوم كل شهر في السنة، يعني بنحتفل بالعذراء 12 مرة في السنة بجانب التسع أعياد اللي فيهم بنحتفل بالعذراء طول السنة. فالحقيقة إنه بنكرمها وبنمجدها وبنعيد أعياد خاصة بالعذراء حوالي 21 مرة من كل سنة. إحنا كمان حابين نعرف دلوقتي عن تطويب العذراء وإكرام العذراء في الكنيسة عامل إزاي، من خلال الأجبية، من خلال القداس الإلهي، من خلال تسبيحة كياك اللي طول الوقت بنستناها من السنة للسنة، وطول الوقت هي تمجيد بإكرام العذراء. ده اللي هنعرفه مع حضراتكم دلوقتي، والعذراء في طقس الكنيسة مع قدس أبونا اللي مشرفنا جدا وجوده معنا، القمص استفانوس سمير عايزر، كاهن كنيسة الأنبا سارة بعمون حصة مليج بالمنوفية. أهلا بك يا أبونا. أنا بعتذر أن أنا قلت الاسم غلط قبل الفاصل. قدسك منورنا، وإحنا مبسوطين إحنا موجودين مع قدسك. أهلا بحضرتك، وكل سنة وقدسك طيب وحضرتك بالصحة والسلامة. أهلا وسهلا، شرفت ونورت. شكرا جدا يا أبونا. الحقيقة أبونا أنه العذراء زي ما قلت كده ليها تطويب وتكريم ومكانة خاصة جدا في الكنيسة، والحقيقة أنه الكنيسة ما فيش حاجة داخل الكنيسة أو ليها علاقة بطقس الكنيسة مش موجودة فيها العذراء. فخلينا كده نبدأ بالأجبية، العذراء في الأجبية، صلوات السواعي، وطول الوقت أنه لازم تبقى العذراء موجودة في كل صلوة. خلينا نتكلم بقى عن العذراء في صلوات الأجبية. شكر جدا للسؤال، والحقيقة في البداية اسمحي لي بس أقدم الشكر لسيدنا حضرة صاحب النيافة الحبر جزيل احترام سيدنا الأنبا بنيامين، انه اذن لي ان اتكلم في الطقس في حضور نيافته، واحنا تلامذته اللي تلمزنا على ايده سيدنا استاذ ماده اللاهوت الطقسي في كل الكليات الكليريكيه ومعهد الرعايه. ده صحيح. فتواضع كبير انه ياذن لي ويكلفني ويشرفني بهذا التكليف ان انا اتكلم في الطقس في حضور نيافته، ودي دايما شيمه الكبار انهم يكبروا اولادهم رغم صغر حجمهم قدامهم. سيدنا عضو بارز في لجنة الطقوس في المجمع المقدس، والأباء بيتعاملوا مع نيافته وهو كذلك عمود من أعمدة الطقس في الكنيسة. زي حضرتك ما قلتي أنه الطقس من أكتر الحاجات اللي أعطت كرامة للست العذراء. حتى صلوات الأجبية اللي المفترض أنه فيها الإنسان كل ساعة بيقدم صلاة لربنا، لكن لم تنساها الكنيسة على الإطلاق في كل صلاة صلوات الأجبية. معروف أنه كلمة أجبية جاية من اللفظ القبطي أجب يعني ساعة، عشان كده يقولوا عليها صلوات السواعي، وبدأ من باكر وتنتهي بنصف الليل. كل صلوة فيهم عبارة عن المقدمة الثابتة زائد 12 مزمور وإنجيل وقطع وتحليل. لم تنسى السيدة العذراء في صلوات الأجبية كلها من باكر لحد نص الليل. المعروف أن صلاة الثالثة والستة والتاسعة دول ليهم ست قطع، وباكر ونصف الليل ليهم ثلاث قطع، بلس أن في نص الليل بنرجع نقول أيها الملك السمائي بتاعة الساعة الثالثة. في كل ده ست العذراء لابد أن يكون لها القطعة الثالثة. يعني مثلا في صلاة باكر نقول لها أنت هي أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها. ولاحظي حضرتك أنه هتلاقي في القطعة دي ألقاب للعذراء، صفات للعذراء، رموز للعذراء، صحيح، شفاعة للعذراء، توصيف رائع لو جمعناه، فضائل للعذراء طبعا. طبعا يجي في الساعة الثالثة يقول يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية أو الحقانية الحاملة عنقود الحياة. التعبيرين جمال خالص، هي الكرمة والسيد المسيح عنقود الحياة. وبعدين نقول لها يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. كلها تعبيرات في منتهى الجمال، مش بس مجرد ذكر للعذراء، لكن بتذكر الإنسان أن العذراء هي الكرمة الحقيقية، هي باب الرحمة، هي أم الشفاعات زي ما هيجي بعدها كده. ونقول له في إذا موقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء
يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. العذراء باب السماء، العذراء باب الرحمة، العذراء ذات الشفاعات. نيجي في الساعة الستة بقى وقطعة جميلة جدا جدا بنقول لها إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطيانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك. صحيح. وهنا الكنيسة بتركز خالص على مكانة ست العذراء في الشفاعة. يعني شوفي الإنسان في ضعفه بيقول لست العذراء احنا بلناش أي وسيلة توصلنا للسيد المسيح غير ان احنا نتشفع بيك، اذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة بسبب كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل. وفي نفس الساعة السادسة نقول لها انت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله. فبنقول لها والدة الإله والممتلئة نعمة وباب السماء وباب الرحمة، القاب كلها القاب رائعة جدا للست العذراء. وفي الساعة التاسعة لما بنكلم السيد المسيح بنقول له يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أظهرت القيامة بقيامتك. برضو بنخطبه ونرجع الذكر والفضل لوجود شخص الست العذراء في دورها في مسألة التجسد اللي وصلت بينا كبشر والسيد المسيح إلى رحلة الخلاص. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي. في الساعة التاسعة بقى بنقول القطعة اللي كان بيقول عليها أتسابونا أغاصل من شوية، عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني، يا ابني وإلهي. هي المقطوعة الصغيرة دي فيها كل قيم اللاهوت اللي تتكلم عن العذراء. كلمة ابني وإلهي ده بتبين قد إيه إن هي ذات صفتين معا، بتكلمه كابن ليها مولود من أحشائها بالضبط ناسوت بالجسد، وبتكلمه كإله وهي عبدة. وده اللي هنقوله بعد شوية لما نتكلم عن ألحان القداس إزاي الكنيسة عبرت أن العذراء حملت الأمرين معا، هي أمه بحكم أنها والدته بالجسد، وفي نفس الوقت لا تنسى على الإطلاق أن هي عبدة إذا قرنت به. وفي نفس الوقت يقولنا بتقول أن العالم كله سيفرح بقبوله الخلاص طبعا. وأما أنا أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك، يعني هي كمان من العالم، فالعالم كله بيفرح لأنه بيحصل الخلاص طبعا. لكن أنا برضو نفس الشخص اللي من العالم برضو أحشائي بتلتهب لما بشوف ابني متعذب. تمام. وفي الساعة 11 نقول بقى كلمة يعني طلبة لطيفة خالص لكل اسم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت، هيئ لي أسباب التوبة. هنا طلبة جميلة خالص بنتشفع بالعذراء إن هي تكون سبب إنها تعطينا فرصة للتوبة، وسيلة للتوبة، تحثنا على التوبة، هيئ لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء. أما قطعة الساعة 12 اللي هي النوم، الحقيقة في منتهى الجمال نقول لها إيه بقى؟ أيتها العذراء الطاهرة اسبلي ظلك السريع المعونة على عبدك. أنا هقف عند دي بالتحديد وحطيت خط كده واكتشفت إن فيها ثلاث حاجات حلوين خالص. فيها ثلاث ضعفات بشرية، وفيها ثلاث قوى شفاعية، وفيها ثلاث صفات إلهية. القطعة اللي قد كده الثلاث سطور دول بنقول العذراء اسبلي ابعدي انهضي. ودي الطلبات البشرية، الضعف البشري، ثلاث طلبات بشرية، اسبلي ظلك، ابعدي عني الأمواج، انهضي نفسي المريضة. وبنذكر كيف أنها لها ثلاث قوى شفاعية مش موجودة عند البشر، لأنك أم قادرة رحيمة معينة. دي الثلاث قوى الشفاعية. وبنذكر ثلاث صفات للسيد المسيح أن هذه القوى منسوبة للعذراء، ذلك لأنها والدة الإله، لأنه ملكي وإلهي ورجائي. ده في قطع النوم. فالواحد لما يقف عند قطع الأشبية الخاصة بالست العذراء ويقراها بشيء من التأني ونوع من التأمل يكتشف فيها كل الصفات الحلوة بالله. كمان يا أتسابونا أنه القطع مش بس بتحتوي على صفات أو فضائل العذراء أو بتبين لنا قد إيه هي كانت شخص عندها احتمال وصبر واتضاع كبير، لكن الكمال كمان القطع كانت بتحتوي على طلبات
مننا البشر لأمنا العذراء مريم لأنها أم الإله، ولأننا مقتنعين تمام الاقتناع أنها ليها شفاعة وليها دالة وليها قوة كده خاصة عند ربنا، وعمر ما حد فينا طلب العذراء في أي حاجة وما سمعتوش أو ما نفذتوش طلبه أو حتى اتشفعت بيه وتأجل يمكن شوية لإرادة من عند ربنا. تمام، زي ما قلت لحضرتك في قطعة النوم اللي احنا تقابلنا فيها الصغيرة دي، واضح الكلام اللي حضرتك بتقوليه انه فيه ثلاث طلبات بشرية، ده في قطعة واحدة بس. بنقول لست العذراء بنوع من المناجاة: اسبلي ظلك السريع المعونة، سريعة الندهة، الشفاعة، ابعدي عني امواج الافكار الرديعة عني، ودي صلاة النوم اللي الانسان بيقولها وهو يخلد الى النوم. بالظبط. انهضي نفسي المريضة للصلاة والسهر. فعلا زي حضرتك ما اتفضلتي وقلتي انه مش بس بيذكر صفات العذراء لكن بيؤكد على وجود العذراء كقوة شفاعية للإنسان اللي بيحط ضعفه بين إيدين ربنا. صحيح. في حاجة تانية اتقالت في الأجبية عنه من العذراء مريم، ولا آخر حاجة اتقالت عنها في صلاة النوم؟ لا لا، في صلاة نص الليل، في الثلاث قطع بتوع نص الليل أيضا مذكور، رغم أنهم بيتكلموا عن الاستعداد لكن لم تنسى الكنيسة على الإطلاق في الخدمة الأولى والخدمة الثانية والخدمة الثالثة موجود قطعة للست العذراء. وكأن الكنيسة بتقول أنه حينما يقف الإنسان للصلاة من باكر إلى نص الليل فالعذراء موجودة ببركتها وشفاعتها وسندها للإنسان في ضعفه واحتياجه لربنا. نتكلم بقى يجون على العذراء في القداس الإلهي، وإنه برضو الكنيسة عندها كرامة خاصة للعذراء داخل القداس الإلهي. خلينا نتكلم كده بقى عن العذراء في القداس، ونشرح برضو زي ما قلت كده، تكرمت دلوقتي وشرحت لنا عن كل ما يخص العذراء في الأجبية، تشرح لنا برضو العذراء في القداس. بص حضرتك، يعني عجبني تسلسل اللقاءات، لأنه حيثما وجدت الكنيسة وجدت العذراء، يعني حضور العذراء لا تخلو باعة من وجود للست العذراء. فإذا لم تكن الكنيسة نفسها على اسم العذراء فالمسبح البحري باستمرار يحمل اسمها، وإذا لم يكن حتى لا يخلو مكان، لا تخلو بيعة في الكرازة كلها، إما من البيعة كلها على اسم العذراء أو المسبح على اسم العذراء. وفي كل البيعة أيا كان اسمها وأيا كان موقع العذراء فيها هنلاقي باستمرار أيقونة الثيئوتوكوس موجودة على بحري حامل الأيقونات. حامل الأيقونات لما نقف هنلاقي إبلي صورة سيد المسيح ويوحنا المعمدان، وهنلاقي في البحري أيقونة الثيئوتوكوس للست العذراء. دي أول وجود ليها في القداس. وجودها في القداس بقى مش بس من القداس، ده موجود من عشية، من أول عشية بالليل، لأنه العشية جزء لا يتجزأ من القداس، ده مرتبط بالقداس بكرة. فتلاقي حضرتك أول ربع بعد ما بيقول الأرباع اللي سواء كانت بتاعة الأيام أو الأحد تن أوشت أو أويني، أول ربع بيتقال في أرباع الناقوس للست العذراء أو أول أرباع للست العذراء. وكذلك الذكسولوجيات، أول ذكسولوجية دائما تأتي في صدر الذكسولوجيات تذكار الست العذراء. وفي كل مرة الكاهن بيخرج بالمجمرة من الهيكل عشان يعمل دورة بخور، لازم يعمل صليب من البخور قدام باب الهيكل. احنا معانا صورة دلوقتي على الشاشة لتدشين ايقونات العذراء مريم في الكنائس بشكل عام، ودي بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين، ده صور لتدشين سيدنا لايقونات العذراء هنا في المنوفية اعتقد. تمام. دي في مدينة الشهداء. تمام. لأنه دايما زي حضرتك ما تفضلتي قلتي التدشين أنه لا يعطى بخور أمام أيقونة إلا وهي مدشنة. بيد الأب الأسطف أو المطران. الكاهن وهو خارج بالبخور في كل مرة يخرج من البخور من الهيكل، يعطي بخور قدام الهيكل، يدي ثلاث أيادي ناحية الشرق ثم يد ناحية بحري ويقول لها كده: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك. نعطيك السلام مع غبريال الملاك قالين: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك. ده ناحية أيقونة ست العذراء، ولعل ده المغزى اللي خلى الكنيسة تحط في حامل أيقونات أيقونة العذراء في هذا المكان. أما القداس نفسه بقى فالعذراء موجودة من أول دخول الحمل. تخيلي الحمل يدخل من بداية القداس،
من قبل تقديم الحمل. الحمل الوقت الصحيح، الوقت الصحيح زي نيافة سيدنا معلمنا وهو بيدرس لنا في الإكليريكية وإحنا تلامذته، إن الوقت الصحيح لدخول الحمل إلى الكنيسة، إلى البيعة، إلى صحن الكنيسة، هو وقت لحن تنقشت. وقت لحن تنقشت، يعقوب لحن تنقشت، لحن شيري ماريا، شيري ماريا، وهو لحن يخص الست العذراء. وكأننا نقول إنه إذا استقبلنا الملك فلا ننسى الملكة. إذا كنا بنقول بقوله للملك، حتى نيافة سيدنا له تعبير لطيف قوي، يقول إن لحن تنقشت يشبه المرش العسكري، يعني بنستقبل ملك داخل، فحينما يذكر الملك تذكر العذراء. ثم بعد ذلك في بداية بعد تحليل الخدام يقول الشمامسة ليها لحن طايشوري. وبص حضرتك على مدار السنة معنا صورة، معنا كنيسة لسه هتدشن في مركز بهناي في دهشوش، في بهناي دهناي بهناي بهناي دي بهناي. لسه هتدشن قصابونا، تمام. لسه موجودة فيها برضو ايقونات العذراء، والكنيسة برضو بتحمل اسمه من العذراء مريم، تمام. اتكلم عنها ابونا تدقس وهو بيقول فضل يا ابونا. فتلاقي حضرتك لو احنا في يوم الجمعة او ايام الاسبوع نقول لها تيشوري، ولو ايام احد نقول لها طاي شوري. حتى في الصوم الكبير ما تنساتش العذراء ونقول لها انثو تيتي شوري. فعلى مدار السنة كلها لابد أن تكون العذراء في القداس في مقدمة الألحان. ثم حينما يأتي دور الهيتنيات تأتي الأولى للست العذراء في الهيتنيات. ثم مرد الإنجيل السنوي أونية تو، لازم نقول لها أول ربع ليها البرزفة فينا هريجون وتنشويس النفترينتي في أوتوكوس، الأولى تكون للعذراء. وبعد كده بنقول لها الإسباسموس، افرحي يا مريم العبدة والأم. يعني برضو فيه الايه اللفظين. وبعد كده في مجمع القديسين طبعا بعد ما بنقول المقدمة بنبدأ بيها ويسبقها ست ألقاب. يعني أي حد في المجمع نقول اسمه أو القديس فلان، لكن ست العذراء يسبقها ست ألقاب، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. ست ألقاب يسبق اسم ست العذراء التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. تمام. هي في حاجة كمان محتاجة أقولها لك قبل ما عدي القداس. في القطعة الثانية لما الكاهن بيقول أجيوس، أول ما بيقول تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، الكنيسة الحقيقة بتعمل تصرف طقسي عبقري الحقيقة بإرشاد روح ربنا للأباء اللي حطوا لينا ورتبوا لينا طقس الكنيسة في هذا التوقيت بالتحديد. بالتحديد الكاهن ياخد يد بخور ويقدم له الشماسة المجمرة ويحط البخور في المجمرة، وكأن الكنيسة تقر أن ما يقوله الكائن يترجمه الطقس. صحيح. بنتكلم عن التجسد والتأنس، تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، وإحنا بنعتبر أن بطن الشورية ده بطن العذراء وأن اللي فيها جمر اللاهوت، فبنحط البخور في اللحظة دي في بطن الشورية لكي يتطابق ما نصنعه من حركة طقسية مع ما نصليه في القداس من كلمات. جميل. طب وانا عارفة ان قلتك لسه كان عندك كلام كتير، وكنا كمان عايزين نتكلم على كيهك وتسبيحة كيهك 7 و4 وقد ايه الكنيسة بتبقى كلها فرحة وسعادة في تسبيحة كيهك، لكن للأسف وقت الفقرة خلص. بشكر قدسك شكر جزيل لوجودك معنا النهاردة، القمص استفانوس سمير عازر، كاهن كنيسة الأنبا سارة مامون، حصة مليك بالمنوفية. شكرا جزيلا يا ابونا، شرفتنا ونورتنا. متشكر خالص، انا خدت بالك، متشكر جدا. مشاهدينا بعد الفاصل الأخير اللي هيكون معانا في حلقتنا النهاردة هيكون معانا نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية. كلامنا بقى النهاردة عن الاحتفال النهاردة والعيد النهاردة والعيد جه ازاي، وقصة إعلان إظهار
أو إظهار أو تذكار إعلان إصعاد جسد أمنا العذراء مريم، زي ما كلنا عارفين إنه النهاردة 16 مسرى 1733 والموافق 22 أغسطس 2017. بعد الفاصل هنستنى معاكم سيدنا، انتظرونا.